الضغط على سكان المناطق المحررة، منها استهداف خزانات المياه وحرمان مناطق كاملة من المياه الصالحة للشرب، وهو ما دفع بالسوريين في سهل الحولة إلى البحث عن وسائل أخرى كحفر الآبار لسد عطش عائلاتهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في سهل الحولة بات شادي أحد شباب مدينة تلدو يمضي معظم وقته باحثا عن بضع لترات من الماء العذب، يدفع العطش بها عن إخوته الصغار وأمه بعد سيطرة جيش النظام على الخزان الرئيسي الذي يزود المدينة بالمياه، ليرفع علمه على خزان المياه وكأنه موقع استراتيجي أو قمة تمت السيطرة عليها بعد حرب طاحنة. هتجي عندكم مي؟ لا والله صار أكثر من شهرين المي مقطوعة عنا. شو عم تدبروا حالكم؟ والله عم نضطر نجيب مي من الآبار التوازية أو الآبار غير صالحة للشرب، آبار المياه المالحة نستخدمها في حياتنا اليومية، إنه النظام مثل ما شايف ضرب خزانات المياه الصالحة للشرب من أكثر من شهرين لحد الآن. إمعانا في فرض عقاب جماعي على السكان، فقد قامت آلة الأسد العسكرية باستهداف الخزان الواقع في المنطقة المحررة، بل وطالت قذائف مدافعها الأحياء السكنية في مدينة تلدو لتأتي على خزانات المياه الخاصة على أسطح المنازل وتمنع السكان من تخزين المياه لفترة أطول. الله لا يوفقك يا بشار، الله يوفقك، قطعت عنا المي، روح الله يوجه لك الخير. ليس بالقصف وحده يعذب النظام السوريين، بل لا يألو جهدا في اتباع أي عقاب يمكن أن يؤثر على السكان أو يدفعهم إلى الرحيل.